السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بسلسلة الباثولوجي للأمراض الكبية. عنوان محاضرتنا اليوم هو البيولوجيا الخلايا الكبية. حقيقة في عندي 4 خلايا حكينا عنهم بالمحاضرة الماضية، حنحكي عنهم بالتفصيل بهي المحاضرة. هذا العنوان أنا أخذه مباشرة من البرينر اللي هو من أهم مراجع الكلية، بيعرفوه أطباء الكلية، حنحاول نلخص منه. اللي ما حضر المحاضرة رقم 1 بنصحه يرجع يحضرها. ملخصها كان إنه لازم نتخيل البعد الفراغي للكبة الكلوية، هذه الكبة بشكل ثلاثي الأبعاد مع محفظة بومان المحيطة فيها. لما نعمل مقطع عرضي فيها حيكون عندي هذا الشكل اللي حكينا عنه بالتفصيل، شكل الكبة الكلوية. مرة ثانية، البعد الثلاثي هذه أجسام الخلايا القدمية البودوسايتس، وهذه استطالاتها عم تحيط بالوعاء بالكابيلاري، هذا الوعاء من الداخل، هذا الوعاء من الداخل، وهذه الفينستريشن التثقيبات بالخلايا البيطانية اندوثيليال. حكينا عن هذا السلايد بالتفصيل بالمرة الماضية. نفس الكلام، في تثقيب من الداخل، وفي عندي الاستطالة البودوسايت، وفي عندي الفود بروسيس، وبيناتهم السليت ديافراغم اللي هو اللي مكان رشح من الطرف الخارجي. في عندي 4 خلايا لازم نتذكرهم دوما. في عندي البودوسايتس، حكينا عنها وشفناها كتير بالبعد الثالث. هذه البودوسايت هي أهم خلية من الـ4 خلايا، لو حبيت انساهم جميعا بتذكر وحدة منهم فقط، تذكر البودوسايت لأنه هي أكثر وحدة ربما مهمة، وتشرف على بقية الخلايا وإلى أمراضها الخاصة. حتى في شيء اسمه البودوسايتوباثي، إذا تعمقتوا بهذا الموضوع حتشوفوا إنه في أمراض مميزة مسمى باسمها حقيقة. الخلايا البيطانية الوعائية الاندوثيليال جلوميرول اندوثيليال سيلز اللي هي من الداخل. في عندي الميزانجوم، هذه الميزانجوم الخلايا الميزانجيمية، إضافة للخلايا البرايتال اللي هي اللي بتبطن محفظة بومان. 4 أنواع من الخلايا، حنحكي عن كل وحدة بالتفصيل. بنتذكر إنه المهمة الأساسية للغشاء القاعدي إنه هو يمنع الكريات الحمر حجمها كبير، ويمنع البروتينات اللي شحنتها سالبة إنه تمرق عبر الغشاء القاعدي. اللي عم يمرق هو الماء، البلازما هي ماء وخلايا والكترولايتس اللي هي صوديوم وبوتاسيوم وبقية الشوارد اللي كلها إيجابية ومعظمها إيجابية تقريبا. فهذا هو اللي عم يمرق عبر الغشاء القاعدي، عم يمنع مرور البروتين لأنه شحنته سالبة رغم إنه حجمه صغير، خاصة الألبومين عم نحكي عنه، والكريات الحمر لأنه حجمها كبير وبالتالي ما بتقدر تمرق عبر هذه الثقوب. لما بيصير في عندي خلل بالخلايا الخلايا البودوسايت الخلايا القدميه، استطالات تبعها بتضطرب. لاحظوا شو عم يصير هون، استطالاتها سليمه، هون استطالاتها اضطربت. حنشوف هذا المصطلح عنه بودوسايت افيسمنت. هذا عم يخلي يصير اضطراب بكامل الغشاء الكبي، وعم يخلي البروتين يمرق ويظهر بكميات كبيره بالبول. لاحظوا انه ما ظهرت كريات الحمر بالبول فقط، ظهرت البروتين. هو مشكله شحنه حقيقه اكثر منها مشكله أداة مباشر للفينستريشن أو للغشاء القاعدي. بعيدة عن الدوران الإصابة، عادة ما بيكون إصابة التهابية، حنحكي عن التفصيل هذا الموضوع، بس العلامة تبعها أنه ظهور البروتين بكميات كبيرة بالبول. بالمقابل لما بيكون في عندي أذية، هذه شيء طبيعي، هذا شيء سليم، هذا الشيء المرضي. لما يكون في أذية بالبطانة الوعائية بالإندوثيليوم بيظهر البروتين، وإن كان بكمية أقل من الإصابات اللي بتميز الخلية البودوسايت، وبيظهر الكريات الحمر، فبيظهر عندي البروتين يوريا والهيماتوريا. هذه إصابات البطانة الوعائية. لو سألتكم لو صار في عندي إصابة بالميزانجيوم، خلايا الميزانجيمية، في لسبب أو لآخر صار في اضطراب فيها، هل حيصير في عندي بروتينوريا وهيماتوريا؟ الجواب نعم، لأنه في عندي شيء اسمه كروس توكينج، في عندي حكي بين هاي الخلايا الأربعة، في عندي مركبات بتفرزها هاي الخلايا وبتأثر على هاي الخلايا، وبالمقابل هاي الخلايا بتفرز مركبات بتأثر على بقية الخلايا. هذه المركبات، هذه الخلايا لما بتضطرب بقية الخلايا بتضطرب، وراح يصير في عندي بروتينوريا وهيماتوريا. وبالتالي كل خلية لها إصابات المميزة، بس لا يعني بعد الميزانجل سيل عن الكابيلاري إنه ما هتعمل بروتينوريا أو هيماتوريا. هذا الشكل حكينا عنه بالمحاضرة الماضية، ربما نتعمق شوي فيه بهي المحاضرة، وحنحكي عنه مرات جاية كمان، حنشوفه كتير. هذا الشكل المعقد حقيقة للكابيلاري، الكريات الحمر من داخلها، الغشاء القاعدي، جسم الخليه البودوسايت، الخليه القدميه واستطالاتها. لاحظوا هذا السايتوس، هذا بنسميه السايتوسكيليتون، الهيكل الخلوي للاستطالات القدميه. هذا الهيكل الخلوي مؤلف من عشرات البروتينات،
شوفوا البروتينات كلها اسمها، هذا سليب ديافراغم مؤلف من مثل ما قلنا من البودوسين عفوا من النفرين والنف 1، هدول البروتينات اللي بتشكله. اضافه في عندنا البودوسين، في عندي خيوط الاكتين وغيره وغيره. لو صار في عندي خلل بواحد من هالبروتينات، واحد فقط انفقد لسبب او لاخر، سبب وراثي او غيره، كل هالهيكله بيضطرب. فمجرد لو نقص واحد من هدول حيضطرب كل هالهيكل. حقيقه احد الزملاء او المعارف كان من اطباء الكليه المميزين بالمجال، حقيقه كان لما يحط هاي الصوره، يعني هو لا ديني ملحد، فكان يقول انه هي الصوره هي اجيس، او هذا التركيب هو ضد الايفوليوشن، ضد التطور، حقيقه ضد نظريه التطور، لانه مستحيل التطور يوصل بهذا التعقيد. وكان الا شوي، يعني هو طبعا زي ما مطلع انه يقول انه هذا بيدعم نظريه الخلق ونظريه الاله، و و و يعني لما بيحط هاي الصوره بيتامل فيها وبيقول الحق انه فعلا هو تصميم بديع وهندسه بديعه، الا شوي بيقول لا اله الا الله حقيقه، بس ما كان يقولها. فهذا المنظر فعلا يعني هذا الهيكل كثير معقد وديليكيت، اي شيء بيغيب عنه بيساوي افيسمنت، بيخرب كل الهيكل الخلوي وبيساوي بروتين، ويصير البروتين بيمرق من هون. هذا الغشاء القاعدي مخطط ترسيمي له، هذا هو الجي بي ام، هذا الغشاء القاعدي، هذه الاستطالات القدميه، وهذه الخلايا الاندوثيليوم، وهذه الفينستريشن تبعها. لاحظوا هون في شيء اسمه الجلايكوكاليكس، اللي هو جلايكوبروتين شحنته سالبه، هي اهم اول طبقه سالبه بتمنع مرور البروتينات، بتطرد البروتينات السالبه بتمنعها من العبور. عندك الغشاء القاعدي، ربما ندرسه بالتفصيل لما نوصل لامراضه. تذكروا الكولاجين 4، وتذكروا انه الكولاجين 4 له انواع كثيره، النوع الصحي والهيلثي والادلت اللي هو الفا 3 الفا 4 الفا 5، ثلاث سلاسل بيرتبطوا مع بعضهم. فتذكروا الالفا 4 هذا ما بيظهر الا بالكولاجين 4 الناضج، لازم يكون فيه الفا 4، اذا الالفا 4 غايبه فهذا الكولاجين ما هو كولاجين ناضج. فالفا 3 الفا 4 الفا 5. البودوسايتس كمان تحوي شحنه سالبه، البيانات هو السليت ديافراغم، هو الشق الغشائي، كمان بيعمل شحنه سالبه بيمنع مرور البروتينات. فالشحنه السالبه حقيقه من كل الطبقات. هذا الشق الغشائي بين البودوسايت، شفتوه بهذيك بالشكل الثلاثي وحتشوفوه مره ثانيه، عباره عن هيكل خلوي معقد من البروتينات، سايت بيسموه سايتوسكيليتون. نفس الكلام، كل التفاصيل انا عم بحاول اعطي صور مختلفه بس مشان الصوره تركز بذهننا. لو غاب واحد من هدول النفرين، لو غاب البودوسين، حيخرب كل هذا الهيكل، وحيصير في افيسمنت لهذه الفوت بروسيس، حيصير في انحاء لهذه الفوت بروسيس، وهذا الشيء حيأثر على صحة الجي بي ام، وحيأثر على صحة حتى الاندوثيليوم، ويعمل يخلي البروتين يمرق بكل أريحية، لأنه الشحنة السالبة حتفقد. البودوسايت خلايا متمايزة بشدة، وبالتالي تفقد قدرتها على الانقسام. البودوسايت لما بتتخرب وبتموت ما بتتجدد. هذا الحكي ربما في له تشالنج، بس يعني انه في حالات مرضيه معينه اثبتوا انه ممكن الحكي ما يكون دقيق 100%، بس اعتبروه على الاقل 99% من كلامي صحيح، انه هذه الخلايا لما بتموت وبتتخرب ما بتتجدد، وبالتالي صحه الكليه حقيقه ممكن تقاس بعدد البودوسايتس الموجوده. كل ما نقص البودوسايتس كل ما كان الخليه تقتل الكليه عموما تقترب من القصور الكلوي النهائي. مثل ما حكينا عن السيتوسكيليتون اللي فيها الهيكل الخلوي المعقد، كل مره عم بذكر النفرين والنف 1 اللي هن بشكلوا ستيت ديافرام، اضافه للبودوسين. نفرين من اسم النفرون والبودوسين من اسم البودوسايت، ومعكم تتذكروا اسماء بقيه البروتينات. شو هي وظائف الخليه البودوسايت؟ هي بتشارك بصناعه الجي بي ام الماتشور، الجي بي ام هي بتشارك بصناعته حقيقه. بتحافظ على سلامة الغشاء، سلامة الرشح الكبدي، لأنه بتحافظ على سلامة كامل الغشاء حقيقة. فهي بتفرز الـ vascular endothelial growth factor A، أو سوري A، فهذا الفاكتور بيفرز من البودوسايت وبيروح بيشتغل على الاندوثيليوم. فالاندوثيليوم بحاجة لهذا الجروث فاكتور، لما بتتأذى البودوسايت الاندوثيليوم حيتأذى قولا واحدا. بتعمل ستابيلايزيشن للحاجز الرشح الكبي، مثل ما قلنا بتحافظ على سلامة الخلايا، بتنظم الرشح الكبي،
شو معنات هذا الكلام؟ هي الكلمة لاحظوا انه هي كومبريس الجي بي ام، هذه الشيء السليم، الحالة السليمة، هذه البودوسايت لما بيكون بوضع سليم تضغط على الغشاء القاعدي وبتحافظ على الشحنة السالبة وبتحافظ على انه بيقاوم مرور البروتينات عبره. بأحد النظريات، طبعا هالكلام نظريات لانه ما فينك تقول 100% لحد هلا، لسه الابحاث مستمره، انه لما عم يصير افيسمنت، هذه عم تصير افيسمنت، ما عاد هالضغط موجود، هالكمبريشن الميكانيكال كومبريشن حقيقه ما عاد موجود، وبالتالي صحه الغشاء القاعدي بتضعف، بالشحنه السالبه تبعه بتروح، وبالتالي بصير بيسمح بمرور البروتينات. هي احد النظريات، بس نوعا ما يعني هذا حكي 2020 معتمده وغالبا صحيحه. شو هي الاصابات اللي ممكن تاذي البودوسايت؟ لاحظوا انه هذه عندي كابيلاري، هذه البودوسايت ممكن يصير في عندها اشهر شيء ممكن حنشوفه كثير بالباثولوجي، يعني هذا حنركز كثير عليه، الفوت بروسيس افيسمنت، بالمجهر الالكتروني بنشوفه لما بتروح الفوت بروسيس بتندمج كلها مع بعضها وبتصير مسطحه، شفناهم بهذا الشكل، هي بدل ما تكون بهالشكل السليم حتكون كلها سحبه وحده، هذه بسموها فوت بروسيس افيسمنت، الانمحاء، دليل انه الهيكل الخلوي تخرب او تاذى بشكل كبير. ممكن يصير في بودوسايت هايبرتروفي. شخصيا ما بقدر بقرا انا على التقارير التشريح بنفسي، ما بقدر بقرا على سلايدات، ما عندي الخبره اني اقراه بشكل جيد، بس في الباثولوجيست لما بيعطوا تقاريره ممكن يحكي لك عن البودوسايت هايبرتروفي، ممكن يحكي عن البودوسايت ديبليشن، ممكن يصير في عندي دي اتاشمنت، وممكن هذه البودوسايت حتى تظهر بالبول، هذه البودوسايت لما بتروح ما بترجع وما بتتعوض. هي الاذيات اللي ممكن تصيب البودوسايت. اهم شيء بالنسبه لي انا كمبتدئ، ما بيهمني انا كثير التفاصيل، ما حقدر اشوفها بنفسي، اللي بقدر اشوفه هو الفود بروسيس افيسمنت، لما بقرا هذول الشغلات الثانيه فهي دليل اصابه للبودوسايت. مثل ما ان البودوسايتس بتعمل لما بتتاذى بصير بروتينوريا، في عده اليات، ممكن السليد ديافراجم يتاثر وبالتالي يصير يسمح بتمرير البروتينات، ممكن السيتوسكيلتون يتاثر، الديبليشن للبودوسايت لما هي هون ما صار ديبليشن بس تغير تركيب الشحنه السالبه وصار افيسمنت، لو صار في ديبليشن، لو في عندي البودوسايت اتاذت بفيروس او بدواء او بغيره تموتت، هذا هيظهر البروتين بالبول. لما البودوسايت الفوت بروسيس افيسمنت عم يصير، الثيكنينج تبع الجي بي ام حيتغير، وبالتالي الشحنه السالبه حتروح، شرحته بالسلايد الماضي، وبالتالي حيسمح بمرور البروتين. لما البودوسايت بتموت، الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور بيروح، وبالتالي الاندوثيليال سيل بتتاثر وما بتعود تشتغل بشكل صحيح، وبيظهر البروتين او بتسمح بمرور البروتين عبر الغشاء الكبي. حكيت على البودوسايتوباثي اللي هي اعتلالات الخلايا القدميه، في خمس امراض لازم تذكروهم دوما: المينيمال تشينج ديزيز، الاف اس جي اس، الممبرينس جلوميرولوباثي اللي هي اعتلال الكب الغشائي، والاف اس جي اس الفوكال سيجمنتال جلوميرال سكليروسيس، تصلب الكبي الفوكال سيجمنتال، والمينيمال تشينج ديزيز هي القليل التبدلات. هدول الثلاثه بيصيبوا الخلايا القاعدية، الخلايا البودوسايتس فقط، يعني اصابه موضعه بالكبه، اضافه للاصابات الجهازيه هي الديابيتس، السكري، والاميلويدوسيس، داء الاميلويد او النشواني، اللي كمان بيصيبوا كل الجسم وبما فيهم الكليه، اهم اعضاء المصابه هي الكليه، وبيصيبوا الخلايا القدميه بالذات، اضافه لاصابتهم بقيه اجزاء الكبه الكلويه. هدول الامراض الخمسه لازم كل طالب طب لما بتسأله بروتينوريا بدون هيماتوريا بيعملوا بيل بروتينية، ما فيكم بيكون أرقام عالية نفروتك، هنحكي لاحقا عن تقسيمات البيل البروتينية، حتكون بالجرامات 3 جرام وأعلى، إضافة إلى أنه ما بيظهر، ما بيكون في عندي هيماتوريا، ما بيكون في عندي انفلاميشن، فقط بيل بروتينية فقط. الخمس أمراض لازم يكونوا دائما بالتشخيص التفريقي لهدول المرضى. لازم أي طالب طب لما تسأله بيل بروتينية نيفروتيك رينج بدون هيماتوريا يتذكر هدول الخمسة، واحد من الخمسة غالبا حيكون التشخيص.
بالنسبة للميزانجيال سيل، هي خلايا اللي هي بين الكبب بين الشعريات. حقيقة ده هي بتشكل الدعم الميكانيكي للكابيلاريز للشعريات. هي أهم وظيفة لها. هلا في وظائف تانية لازم تعرفوهم، خاصة اللي بده يتعمق بالكلية، ربما أطباء الفرعي وأخصائي الكلية أكيد بيعرفوا هذا الكلام. هي بتنظم الرشح الكبي. هذه الخلايا لها ميزة التقلص، بتتقلص، فهذه ممكن تأثر على قطر الكبب، على قطر الكابيلاريز، وبالتالي بتأثر على الرشح الكبي. ما كثير له علاقة هذا الكلام بالباثولوجي، بس ممكن لاحقا لما نحكي بالفيزيولوجيا بكورسات مخصصة، الميزانجيا سيل لها دور كبير بهذا الموضوع. فبتأثر على الرشح الكبي حقيقة، ممكن تعمل تضيق وتوسع بتغير من قيمة الرشح الكبي حسب الحالة الفيزيولوجية، أو يعني هي نوع من الأدابتيشن حقيقة. هلا هي بتحافظ على صحة الخلايا الاندوثيليال هيلث، لأنه هي بتفرز مواد، ممكن تفرز عوامل نمو، بتحافظ على سلامة الاندوثيليال سيلز. فلما بتصير في عندي أذية فيها، حتكون ممكن يصير عندي هيماتوريا، ويصير عندي بروتينوريا كمان. ميزانجيا سيل هي بت اي شيء بيجي على الدوران حقيقة على الكابيلاري، الميزانجيا سيل بيحافظ او بيسحب هذه المركبات الغريبة اللي هي مثلا الايمونوجلوبولين. فالميزانجيا سيل مثلا هي مكان الإصابة الأساسي بالاي جي اي نفروباثي، اعتلال الكلية بالاي جي اي. هي الميزانجيا سيل هي بتحاول اول شيء تاخذ كل المركبات المعقدات المناعيه الموجوده بالكابيلاري، تبدا الاصابه بالميزانجيا سيل، وممكن تتوسع بعدين لبعدها. شو ممكن يصير بالميزانجيا سيل؟ ممكن يصير في عندي انحلال ميزانجيولايسس. ما بعرف اقرا انا شخصيا على الباثولوجي سلايدز، بس ممكن بالتقرير اذا طبيب التشريح شاطر ممكن يقرا لك اياه. فهي احد مراحل اصابتها. في عندي ممكن يصير ميزانجل هايبر سيلولاريتي، توسع ميزانشيمي على حساب الخلايا، او ميزانجل اكسبانشن على حساب الماتريكس لما بصير في عندي توضع لبروتينات غريبه. فهذه ربما اشيع شيء ممكن نشوفه بنفسنا لاحقا، الميزانجل اكسبانشن سواء كان سيلولار او ماتريكس. هلا شو هي الشغلات اللي ممكن تتوضع بالميزانجيوم وبتساوي توسع فيه؟ ممكن يصير امينو كومبلكس، ممكن لايت تشينج، ممكن اميلويد، ممكن فايبريلز، اذر فايبريلز، ممكن كومبليمنت، ممكن جي بي ام ماتيريالز، يعني متاذي ينسحب كله على الميزانجيوم. فالميزانجيال اكسبانشن ربما هي الكلمه السحريه لمعظم الامراض الكوبيه حقيقه، كلمه عامه جدا جدا بتدل انه في اذيه. هلا النوع الثالث من الخلايا هي خلايا الاندوثيليا، الجلوميرول اندوثيليال سيلز. هذه خلايا مثقبه، الثقوب تبعها حوالي 60 ل 80 نانومتر، مغطاه بالجلايكوكاليكس اللي هو جلايكوبروتين، هو ذو شحنه سالبه، وبالتالي هذا الشيء بيمنع بانه هي بتم انه هي بتسمح بمرور الماء والشوارد الصغيره اللي هي معظمها ايجابيه، بينما بتمنع او بتمنع تقريبا مرور البروتينات كالالبومين بسبب الشحنه السالبه تبعه. طبعا بتمنع مرور الكريات الاحمر اضافه لانه حجمها ما بيسمح بمروره عبر الفينستريشن. بتساهم بانتاج الجي بي ام مثل الخلايا القدميه مثل ما حكينا، بس ربما الخلايا القدميه دورها اكبر، بس هي بتساهم ايضا بالانتاج. شو ممكن يصير بالخلايا الاندوثيليال سيلز؟ ممكن يصير في عندي اندوثيليوسيس اللي هو عباره عن توزم وانتفاخ بالخلايا البطانية. هذا الشيء مميز لمرض معين اللي هو الإرجاج الحمضي أو ما قبل الإرجاج، البري إكلامسيا، بيصير إندوثيليوسيس. شخصيا ماني كتير شاطر إني أقرأه، بس هذه علامة مميزة للبري إكلامسيا. ممكن يصير عند بروليفريشن، مثل ما بتتذكروا اكيد الام بي جي ان هو ميمبرينس بروليفريتيف، يعني في عندي بروليفريشن بالاندوثيليوم. ممكن يتأذى الجلايكوكاليكس فيها، وبالتالي بتفقد الشحنة السلبية وتظهر البروتينوريا. ممكن تكون هي مصدر للإنفلاميشن لأنه هي خلايا بطانية وعائية، فممكن يصير في عندي تعمل ليكوسايت ادهيجن، ممكن هذا الشيء ممكن يفقد الفينستريشن تبعها، ممكن يصير في عند الثرومبوسيس فيها داخل الكابيلاري، وهذا بيفتح باب التي ام اي ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي. فاصاباتها عاده اصابات التهابيه لانه هي مع تماس مباشر مع الدم، في عندي انفلاميشن، حيكون في عندي كل عناصر الانفلاميشن اللي بتخطر ببالكم. اصابتها مميزه انه بتظهر البروتين والدم بالبول معا.
هيماتوريا وبروتينوريا. البروتينوريا تبعها عادة أقل من النفروتيك رينج اللي هي تبع الإصابات البودوسايتس. بالنسبة للبرايتل سيل اللي هي الخلايا الجدارية، الخلايا الظهارية الجدارية، هي بتحافظ، هي بتبطن محفظة بومان، هي بتمنع الليكج اللي هي تسريب البول للانترستيشيوم للخلال، ممكن تساهم بالسكارينج بحدوث الندب بالجلوميرولا داخل الكبة، قد وعم بقول قد تكون مصدر لتجديد البودوسايتس. هذا الكلام بعده ب ديبيتابل، بعده بالابحاث، بس الكلام انه لو كان البودوسايت حيكون فيه لها تجديد فربما الريزيرف تبعه هو البرايتال ابيثيليال سيلز. شو هي الاصابات اللي ممكن تعملها؟ البرايتال سيلز هي مكان تشكل الكريسنت اللي هي الار بي جي ان الرابيد بروجريسيف جلوميرولونيفرايتس، التهاب الـ او اعتلالات الكبه السريع المترقي. هذه ار بي جي، عفوا هي مش بي، هي بي. فهذه بتشكل تشكيل الكريسنت، بيبدا من تكاثر هي الخلايا، حتعمل الكريسنت يبدا من هون ويهاجم ويضغط الكبه او الشعريات. هذه احد المشاكل تبعها، بتتكاثر اضافه لانه بتشكل ماتريكس، وبالتالي بصير في عندي اهله خلويه او خلويه فايبروتيك، يعني فيها تليف. كل ما كان فيها تليف اكثر كل ما كان صعب علاجها، وهي دليل اذيه شديده بالكبه الكلويه. لا، باي اذيه بالكبه الكلويه مهما كان نوعها ممكن تعمل كريسنت فورميشن، ممكن تعمل اهله. هلا السكليروسس كمان التصلب اللي ممكن يصيب المميز مثلا بالاف اس جي اس، لما بيصير كيف حيصير؟ حيصير في عندي هجره لهي الخلايا، الخلايا الجداريه حتهاجر للكبه لداخل التافت اللي هي الشعريات، وبتعمل التصلب اللي حنحكي عنه لاحقا هو سكليروسس. حكينا كثير عن هذا الموضوع، عن الكروس توك بتوين الجلوميرولار سيلز اللي هي التعاون الخلوي، او خلينا نقول هي عباره عن افراز مواد بدءا من هي الخليه للثانيه، يعني كل خليه بتحافظ على صحه الخليه الثانيه. البودوسايز مع الاندوثيليال في عندهم كروس توك على طرفي الغشاء، على طرفي الجي بي ام. الكروس توك تبعهم عالي كثير، اهم شيء بتذكر، خلينا نتذكر منه الاف اي جي اف، سوري الفي اي جي اف اللي هو الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور، بيصدر او بيفرز من البودوسايتس وبيساهم بصحة الاندوثيليوم الخلايا البطانية. إضافة لأنه أحياناً لما بحالات معينة الكروستوك هو بيساهم بأذية الخلايا حقيقة، يعني ممكن هذه مثلاً أنجيو بيوتين يفرز من الخلايا البودوسايت وبيعمل أبوبتوسس بالخلايا الاندوثيليوم. فالكروستوك مو دائما شيء جيد، حتى ممكن يكون له تاثيرات سلبيه. هلا الميزانجيا سيل مع البودوسايتس مثل ما قلنا كمان الفاسكو اندوثيليال جروث فاكتور بياثر على الميزانجيا سيل بنفس الكلام، اضافه لانه الميزانجيا سيل بتفرز كثير عوامل منهم اللي ذكروا مثلا تي جي اف بيتا، تيومر جروث فاكتور بيتا بيفرزوا الميزانجيا سيلز. بالنسبه للبرايتل سيل مع البودوسايتس مثل ما قلنا هي ممكن تكون مصدر للتجديد، اضافه لانه في عندي دائما في ممكن يتواصلوا مع بعض ويفرزوا مواد تاثر ببعض. هلا الخارج لاحظوا انه كلهم بودوسايتس، البودوسايت مع الاندوثيليوم، البودوسايت مع الميزانجوم، البودوسايت مع البرايتل. هلا النوع الرابع من التواصل ممكن الميزانجوم يتواصل، الخلايا الميزانجيميه تتواصل مع الاندوثيليوم اللي هن على تماس مباشر، وممكن هذا الشيء هذا بيفسر ليش لما بيصير في عندي اصابه بالميزانجوم ممكن تنتقل للاندوثيليوم. مرة تانية حكينا عن هالموضوع، لما بيكون في عندي أذية بودوسايت حتظهر البروتينيوريا، وغالبا بتكون نيفروتيك رينج أو نيفروتيك سيندروم. حتى أذية الخلايا الاندوثيليوم تعمل بروتينيوريا وبتعمل هيماتوريا، البروتينيوريا مو بنفس الكمية. هلا لما بيصير في عندي اذيه ميزانجيميه، ميزانجيال سيلز ممكن تاثر على الخلايا الثانيه وبتعمل في عندي هيماتوريا وبتعمل بروتينيوريا. اتذكر انه الاي جي ان فروباثي اصابته هي الاساسيه بالميزانجيال سيلز.
هيك بيكون نهاية المحاضرة، أتمنى أن تكون أعجبتكم. هذا تناول لأمراض الكوبة بالكلوية من وجهة البيولوجيا. هنحكي في المحاضرة القادمة غالبا عن البروتينوريا، هنحكيها بشكل مختصر وسريع. أحب أذكركم أن إذا عجبتكم المحاضرة إن شاء الله تعجبكم يا رب، أنه تعملوا سبسكرايب. حقيقة المحاضرة الماضية كانت نسبة المشاهدة جيدة عالية، بس معظم اللي شاهدوا ما كانوا عاملين سبسكرايب. إذا عجبتكم المحاضرة أتمنى تعملوا سبسكرايب تدعموا القناة، والسلام عليكم.